بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تقوم عصابات الأسد في مناطق حلب القديمة بحفر أنفاق لتفجير بعض المباني على الجبهات، والحمد لله كشفنا بعض من هذه الأنفاق والآن نقوم بالتصدي لها، ووصلنا الحمد لله قريبين بشكل كبير لهذه الأنفاق، والحمد لله الله لغمنا الأنفاق لله، ورح نفجر أي نفق بنسمع فيه أي تحرك أي صوت رح نقوم بتفجيره إن شاء الله لمنع النظام من حفر أي نفق أو تفجير أي مبنى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.